سكان. ايوه بسرعه حتى بالعربيه بالعربيه بسرعه بسرعه. ها ايش بتطول؟ السلام عليكم، كيف حالكم؟ سلم على الجمهور. السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا طيبين. اهلا وسهلا بكم. بلوج جديد اليوم، قررنا نعطي إلين ثلاث دقائق في محل الالعاب زي ما شفتوا بعنوان الفيديو. طبعا في يوم العيد سالناكم بدأ نعطيها دقيقه، واغلب التعليقات قالت ثلاث دقائق، اللي قال خمس دقائق، فقلنا راح نعطيها في النص. واليوم على حظنا اللي مزاجها مره معكر، فهي لسه مو عارفه انه راح نديها ثلاث دقائق، يعني مزاجها كذا راح يتحسن. طبعا اليوم حيكون في احتفالات الاطفال، للاسف الجو ما يساعدنا كثير، ولكن قررنا نخرج وناخذكم معانا في جوله، وبعدين ان شاء الله راح نروح محل الالعاب ونعطي إلين ثلاث دقائق عشان تختار اللي تبغاه، وراح نشوف حتبكي بعدها ولا لا. لانه شوفوا طبعا هي ما حتبكي، بس انا اللي حبكي. اتفق عليها. شوفوا شوفوا وجهها دحين، شوفوا وجهها دحين بعدين، شوفوا المصلحة بعدين كيف، والبوس والحضان اي صح. لولي لولي بوسي يدي، بوسي يدي. هلو هاي، حسبنا هذا. طيب شايفين الأحسن هذا اللي وراي؟ لقيت لهم صورة أول أمس على النت، تخيلوا هم في السجن. والله العظيم سجنوهم. ليه؟ مش هذول بالضبط، بس في أحسن زي هذول. نفس اللبس أيوه، في روسيا كلها منتشرين، ويطلبوا من السواح إنهم ياخذوا منهم صور، ومو يطلبوا بس يعني كأنهم يغصبوكم تاخذوا معاهم صور. قاموا الناس اللي يعني إنه دفعوهم اشتكوا عليهم الشرطة وقاموا سجنوهم. سجنوهم باللبس. سجنوهم باللبس، تخيلوا أرسلوا صورتهم في النت. مدة خمسة أيام سجلوهم. شوف شوف بدأت ابتسامة تطلع. إيش إيش تقولي؟ تقولي التلفون يرقص. هاي انبسطتي؟ ايوه. اميره ترى هذا مو حصان، هذا حمار. والله يا جماعه صراحه اول مره اشوف عربيه كذا فخمه. يا ولد جلد وحركاته ونظيف. شوف الحصان، تعال من قدام، اعتقد انهم يحبون كذا يمسكوا. اوه والله من شد شعره كانه شوف 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 يا ولد يا الفصلات. يا ولد يا قاعد يقلدني في الشعر. اسمع قاعد يقلدني، هذا عجبه لون الشعر. ولا طبيعي؟ لا هذا طبيعي، بسم الله. لا مو فوق عينه. يا حلال الوجه والله طويله. شوف قالت شعره يشبه شعر مدرسة حقها في الروضة. شكرا عشان يلا بسم الله. اليوم التحدي راح يكون إلين، راح نعطيها ثلاث دقائق، ولا مرة ما سوينا هذا التحدي، فإلين لسه الحين راح نشرح لها كيف حيكون التحدي. طيب إلين تعالي، إن شاء الله بنتي قنوعة تكون، إن شاء الله تروح القسم الرخيص. إلين تعالي. إلين احنا الآن فين؟ محل إيش؟ محل إيش؟ محل ألعاب. ألعاب أوكي. إلين عندك ثلاث دقائق. طيب
لازم تشتري العاب اللي انت تبغيه. اوكي ماما انا ابي لا لا المسكينه تقول اخذ واحده ولا ثلاثه تقول انت إلين تاخذي خذي اللي تبغيه خذي اللي تبغيه بسرعه بس تمام عشان ما يخلص الوقت. اوكي إلين you have 3 minutes you have to pick or choose any toy that you want. اوكي you can choose a lot. Mommy, wait, I'll choose toy that Barbie that I need, okay? But, okay, listen, when I will say start, you can pick whatever toy you want. And then I will say stop, Luli, like this, okay? What then you mean, finish. Luli, when I say stop, you finish. Put no ga mojna. That's your dog. يعني نتفق هنا على أبوك اسمع إلين خذي ألعاب كثير طيب عندك وقت خذي كثير ألعاب. ماما يعني هسه شوفي شوفي تقولي ما أبغى ألعاب كثير إلين it's a competition عادي اليوم اليوم ممكن تأخذ ألعاب كثير أوكي ممكن طيب يلا الحين راح نبدأ. أيوة مستعدة يلا بسم الله يلا واحد جاي 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 برافو يلا يلا يا لولي يلا يلا يا لولي اختاري اللي تبغيه اختاري اللي تبغيه يلا وكلنا وصلنا عند الباربي يا يلا اختاري اي شيء اختاري ايوه بسرعه حتى بالعربيه بالعربيه بسرعه بسرعه ايوه يلا كمان 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 يلا كمان 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 يلا يصير اللي تبغيه اللي تبغيه اللي تبغيه عندك دقيقتين إلين يلا يلا فيك فيك أيوة 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 سيدي 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 ساعد ساعد صدق يلا يلا رن 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 كمان 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 وين وين روحي روحي يلا دقيقة وأربعين ثانية يلا يا لولو بسرعة يلا خذي اللي تبغيه يلا يلا بسرعة بسرعة شاطرة بسرعة شاطرة إلين انا ما ابغى تحدي بس هذا يلا يا لولو يلا اختار اللي تبغي اليوم يوم اوكي دقيقه و13 ثانيه يلا يا لولو فين فين كمان تبغي ما شاء الله عارفه المحل المر كل وجهه محل ما تعرفه يلا يا لولو اتوقع ما في بكره بالعربيه ساعدها يلا يلا بسرعه بسرعه يلا 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 خلص 40 ثانيه يلا مبسوطة شوفوا العربية شوفوا ما شاء الله والله ما توقعتها كذا تفهم التحدي والله خدمة عيشتي يا ماما ما في مكان في العربية البنت ماخذة شيء كبير كمان وانا ايش يقولوا اسمع اسمع تعال في التعليقات ايش يقولوا اتوقع انه حترضى انه ما حتاخذ شيء والمشكله ان هي ايش تقول انا طول الوقت لا عند الباب انا طمنتني الا بس حاجه واحده الله يخليك ربي الله الين شوف ايش لاقت بالطريق تقول لي ابغى هذه القطه عجبتك القطه هذه ايوه روحي خذي شيء من اللعبه وبدليها هناك اوكي والله مع خاصيه الطريق كمان ايوه في خاصيه ايه هذا زي عندك عارفين انت ما شاء الله هنا ما قصرتي عربيه كامله شوف اللعبة اللي ما تبغيها وخذي بدالها القطة. ايش اللي ما تبغيه؟ هذا. هذا ما تبغيه ولا اخذتي طيب؟ بس كذا. شافته على الطريق. ايه اتوقع القطة ارخص، القطة ارخص على فكرة. اذا ما تبغي تبدل حاجات ثانية.
تخيل تعالي تصير الهدى العربية كذا قلت كذا. إلين مبسوطة؟ يلا نروح نحاسب ونصدم أبوكي. طبعا يا جماعة بليز وصلوا هذا الفيديو لا 200 لا وصلوا هذا الفيديو ل 20,000 لايك. إذا وصلتوا عبد الرحمن قال والله تعالى وعد إنه وعد ولا أي حاجة حبيبي راح يوديني نفس محل هذا بس حتى لايك. محل مكياج وكذا واشتري أنا اللي أبغاه. طب أعطيني دقيقة واحدة بس من دقيقة واحدة لا لا مو ماك ولا سيفورا ولا بعدين هضبطك أوكي. وصلوا هذا الفيديو 20,000 لايك ترى والله احنا مرة نتعب بالفيديوهات فلا تنسوا توصلوا هذا الفيديو 20,000 لايك. وعبد الرحمن مصدوم الان لسه بحالة صدمة. يلا يلا روح حاسب يا ابوي روح احنا نشوف الحساب طبعا يا جماعة احنا عند الحساب قاعدين نشيك على الشيء اللي اخذت الين. شوفوا اخذت مطبخين يعني احسه حرام مطبخ وهنا مطبخ فقاعدين نسألها اول. طيب تبي تبدلي ولا لا الين؟ لا اكيد لين هذا تبغيه ولا لا نغيره بشيء ثاني؟ انا ابي ناخذ هذولي انا ابي ناخذ اختار اللي تبغيه وغير اللي تبغيه. لين دغري ايش اللي تبغى هذا اوكي لانه كبير. طب هذا روح بدي لك شيء ثاني تبغي بسرعه ايش انا هذا الاسنان هاي خلاص هذا يلا تمشي العربية الواحدة هالبنت ما هي مصدقة مثل حاسب. يلا بسم الله عندما ما نبكي في الزاوية دا 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 إيرين مبسوطة والله انها صدمة يا ولد حتى بعد ميلاده ابو كذا. انا ايش اللي خلاني وافق على ذي التحدي؟ كنت قاعد مبسوط في البيت مرتاح. كمان هذا عليك كان هناك فيه لو اخترتيه كنت بشتري لك اياه. هذا الاطفال بحي طيب وش يلا يا لولي بسرعه. طبعا الحين احنا راح نروح المول قالوا انه حيسوي احتفالات هناك فرايحين عشان نشوف اذا في احتفالات ولا لا. شوفوا يا جماعه هذا السطوح حق المول السطوح حق المول مستغلينه صح. واو يلا حلو السلام شوفوا ها شوفوا مره رهيب. طبعا السطوح هذا بيكون مقفل طول ايام السنه بس في الصيف يفتحوه. وهذا المول بما انه جديد فتحوا هذا جديد هنا في زي المسرح. إلين إلين انت جوعانه؟ إلين جوعانه يلا نروح ناكل. شوفوا طلبنا له كي اف سي رجول دجاج الان وصوص تشيلي وهنا برجر بالدجاج صدر دجاج وجبنه وطلبنا ميلك شيك. الحين عبد الرحمن حيجيب لنا بطاطس. طبعا بطاطس ماكدونالدز احلى بطاطس. واخيرا عبد الرحمن وصل بعد 3 ساعات. ها ايش بتطول وشوفوا إدمان التنظيف. شوفوا لسه قبل يمكن 5 أيام منظفين السيارة مرة ثانية. شوفوا شوفوا الهوس وين وين المهوس. لا لا مهوس التنظيف. شوفوا شوفوا تسمع الكلام قلت لها تلبس الجزمة لبست على طول. إلين هذا عشان اشترينا لك الألعاب ولا كيف؟ ولا كل يوم حتسمع الكلام؟ كل يوم. متأكدة؟ يلا لولو اختاري كل يوم افتحي لعبة اوكي؟ هذا اليوم تبي تفتحي هذا؟ ايوه يلا افتحي
يلا دوبنا وصلنا البيت. وإيرين ما شاء الله في ثانية عبد الرحمن ترى في ثانية لبست بيجامتها في ثانية. ودائما كم هذا تقعد؟ أنا ربع ساعة نص ساعة لما تغير. لولي are you happy؟ واو خلاص لولي مبسوطة ها؟ قولي لهم شكرا لأنهم اختاروا لك تسوي هذا التحدي. لولي شكرا لكم شكرا لكم احبكم شكرا لكم انا احبكم. لا تنسوا لايك كثير. زي ما شفتوا انتم انه يعني نتعب ببجاتنا جدا كثير من ناحيه التصوير من ناحيه الاديت من ناحيه الافكار ونحاول نطلع لكم فيديوهات يعني احلى صوره انه اي سواء كان تحديات فلوجات رحلات اي شيء. فعشان كذا يعني لا تقصروا علينا باللايكات ونشر القناة وبس ونشوفكم على خير. وتومي بيسلم عليكم. توم سلم عليهم. نشوفكم على خير ببلوك تاني. نسبي دانيا.